سبيل المثال أثير في الفترة اللي فاتت موضوع ان الصندوق النقد وان هو يعني البرنامج مش هيمشي وان مواعيد واصله ما تعرضش في الميعاد المعين، الكلام ده كله احنا ما بنحبش نتكلم عليه، لكن من البداية احنا عارفين ومحدد الموعد اللي كان هيتعرض على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الملف بتاع برنامج مصر الجديد، وعارفين من الاول ان هو يوم معين ومحدد، لكن الحاجات دي زي ما بقول لحضراتكم ما بينفعش ان احنا نقعد نتكلم عليها كثيرا، بالعكس الافضل ان خلاص بيتعمل على مستوى الخبراء والمتخصصين كل الاجراءات، ولما بيتم الانتهاء منها بيتم الاعلان عنها قصاد كل الرأي العام. فهدي بتبقى حاجات مهمة لازم كلنا نعي ان ناخد بالنا من كل هذه الاجراءات. فدي انا حبيت الحقيقة احط هذا الكلام قدام بصر حضراتكم.